بسم الله. اليوم المحاضرة الأولى من الفيميل جينيتال تراكت باثولوجيكال ذس وان. أول شيء نتعرف على يمن مين متكونة الفيميل جينيتال تراكت مالتها، منين متكونة الفالفا اللي تشمل المينورا والمايجورا، اللي هي عبارة عن السكين أو الطبقة الخارجية أو يعني الاكسترنال جينيتال تراكت مال الأنثى، عند الفاجينا اللي هي الفاجينا بالإضافة إلى سيرفايكل عنق الرحم، اوكي انت اليوتراس، هذا اليوتراس بالاضافه الى فاليوبيان تيوب، انت الاوفري، هاي الاوفري وهاي قناه فاليوبيان تيوب، هاي الفيمبريال راح تاخذ البيضه والاخره الاوفر راح تكون البيوض، راح تروح عن طريق الفيمبريال تروح لليوتراس. اوكي، هو المهم انه راح يصير هذا كل ما في الامر. نجي على من على الفالفا. أنا كل جزء راح أتكلم بهذا المحاضرة على الفالفا، راح أتكلم على اليمن، راح أتكلم على الفاجينا، على السيرفايكل. كل جزء راح أتكلم به راح أشوف الانفكشن اللي راح يصير، مايكرو أورغانيزم اللي يصير به، التيومرات اللي راح يصير به ولا آخره. نجي على اليمن على الفالفا. الفالفا هي عبارة عن شنو؟ شو تمثل الفالفا؟ الفالفا external female genital، هي عبارة عن الأجهزة التناسلية الخارجية للأنثى، اللي هي تشمل لي هاي، تشمل لي عبارة عن طبقة سكن وياها هير اللي نسميها لابيا مايجورا، عن شنو الموجودة بالميكوزا اللابيا ماينورا، اوكي تشمل اللابيا ماينورا والماينورا اللي هي الفالفا، اللي هو عبارة عن سكن يحتوي على هير، هاي الطبقة الخارجية او نسميها external female genitalia. اوكي، انه هنا النورمال الهيستولوجيكال مالتها، النورمال منين متكونتي هاي؟ دام انه هي سكن، سكن منين متكونتي؟ both keratinization or non keratinization squamous epithelia، تمام تمام، تحتوي على هير فوليكل، قلت لكم هي سكن تحتوي طبيعي، السكن ايش يحتوي؟ يحتوي على هير فوليكل، تحتوي على سبكوتينس جلاند، يحتوي على جلاندات افرازيه اخرى، تمام، تختلف المواقع مالتها ولا اخره. شنو الديزيز راح يصير بالفالفا؟ شنو راح يصير بالفالفا؟ قد يصير بي فالفياتس، يعني شنو؟ التهاب بالفالفا، صار بي انفكشن، صار انفلاميشن بي، اوكي اللي هي مور كومن. قد يصير بي ديسوردر ابيثيليا، يصير تغيرات بالابيثيليا مالته، بس هاي التغيرات مو سببها نيوبلازم، مو سببها سرطانات. والشغله الثالثه قد يصير بي كارسينوما، تيومر كارسينوما، ويكون هذا انكوميمن، مو شائع السرطان مال الفالفا، مو كلش كوميمن الفالفا، بس اذا صار هذا السرطان بالفالفا ايش راح يكون؟ مهدد للحياه. لحد الان الديزيز راح يصير بالفالفا، كفالفا عرفت انه هي عباره عن اكسترنال فيميل جينيتال، عباره عن اكسترنال اللي هي الاجهزه الخارجيه للانثى، اللي هي ايش تشمل؟ تشمل السكن يحتوي على شائع أربع حال السكن، السكن منين متكونة؟ مو طبقة كيراتينيزيشن أو نون كيراتينيزيشن، فمن أشوفه بالهستو منين متكون؟ كيراتين أو نون كيراتين، يحتوي على الملحقات مالته، السكن كان يحتوي على هير فوليكل، سبكوتينس جلاند أو جلاندات الثانية إفرازية للأنثى، تمام تمام. شنو الديزيز اللي يصير هنا؟ اللي هو الفالفيرايتس، اللي هو يكون موست كوميمن، تمام، بات نوت سيريس، يعني شنو نوت سيريس؟ ما راح يسوي أمراض جادة وخطيرة ولا آخرة. قد يصير أبيثيليا ديسوردر، تغيرات بالأبيثيليا، بالنسيج الأبيثيليا، هو مو يحتوي على سكوامس ابيثيليا، هذا السكوامس ابيثيليا قد تصير فيه تغيرات، هاي التغيرات نون نيوبلاستيك، يعني شنو نون نيوبلاستيك؟ نو كارسينوما، مو سرطان سببها. انا اعرف السرطان راح يسبب تغيرات الابيثيليا، راح يتغير شكلها، لكن هاي يسبب تغيرات بس مو سببها نيوبلاستيك، تمام. قد يصير تيومر كارسينوما بهذا المكان، لكن هذا التيومر انكوميمن، يعني مو نادر، نادرا ما يصير، واذا صار يكون مهدد للحياه، تمام. نجي على من على اول شيء الديسوردر، اول واحد ديسوردر اللي هو شنو؟ اول ديسوردر اللي هو الفالفياتس. الفالفياتس هو عبارة عن انفلاميشن، الفالفياتس انفلاميشن دي يصير بالفالفا مال الأنثى. الانفلاميشن اما سببه انفكشن او سببه نون انفكشن. سببه انفكشن معناته اكو مايكرو اورجانيزم سوالي انفلاميشن، سببه نون انفكشن معناته اكو شيء تحسس به هذا الجلد الموجود بهذا المكان وراح نتعرف عليه. الانفكشنات، الانفكشنات يعني سببه مايكرو اورجانيزم، شلون راح تنتقل للأنثى هاي المايكرو اورجانيزم؟ عن طريق السكشوال ترانسميشن، عن طريق السكشوال ترانسميشن. شكو وحدة راح أقول عليها اللي هي مايكرو أورغانيزم راح أتكلم عليها، هاي انتقلت وصلت للأنثى عن طريق السكشوال ترانسميشن، عدا وحدة اللي هي يا هي عدا الكانديدا، هاي ما راح توصل للأنثى عن طريق السكشوال ترانسميشن، تمام. لحد الآن إنه هاي فالفايتس هو عبارة صار التهاب انفلاميشن، هذا الانفلاميشن وين صار؟ صار بمكان الفالفا. الفالفا هي شنو هي؟ الفالفا هي external female genitalia اللي تشمل السكن مثل السكن، أوكي بي هير ولا آخره، وبي اللي يشمل الماينورا ولا هذه اللابية مايجورا، تمام تمام. إيش راح يصير بي؟ عدة ديسوردرات، أول ديسوردر اللي هو انفلاميشن بهذا المكان، قد يكون سبب الانفلاميشن صار انفكشن، فالانفكشن سبب الانفلاميشن، إنه المايكرو أورجانيزم من يدخل جسمي وراح يسبب انفلاميشن، أوكي، أو سببه نون انفكشن، يعني مو سببه مايكرو أورجانيزم دخل بجسمي. نجي شنو هي هذه؟ شلون راح تنتقل هاي أم الانفكشنات؟ راح تنتقل عن طريق السكشوال ترانسميشن، يا هي المايكرو أورجانيزم تسبب لي انفلاميشن منطقة الفالفا اللي هي موست كوميمن، أكثر شيء منو يسبب لي؟ هيومن بابلوما فايروس، هيومن بابلوما فايروس ايش راح يسبب لي؟ نسبب لي كونديلوما اكيوميتا،
تمام؟ and vulva سبب لي VIN وسبب لي اللي هو الفالفر سكواماس كارسينوما. هاي منو راح تسببها؟ سببها human papilloma virus قد تسبب لي هذه. وهذه من راح أوصل راح أقول لكم شنو هي. تمام؟ تمام. our herpes virus. الherpes virus بعدة أنواع. herpes virus, herpes simplex virus الأول والثاني. الأول خاصة يسبب لي باللبس، لكن الثاني أكثر شيء يسبب لي شنو؟ يسبب لي بالجناتاليا تراكت. تمام؟ هذا ايش راح يسبب لي؟ هذا الهيربس كومبلكس فيروس راح يسبب ulceration painful، انه يسبب قرحه بس مؤلمه. هاي القرحه لحد الان دا اقول دا يصير اكو انفلاميشن بالفالفا. هذا الانفلاميشن سببها انفكشن، يعني سببها مايكرو اورجانيزم، يا مايكرو اورجانيزم قد يكون هيومن بابيلوما فيروس او يكون الهيربس كومبلكس فيروس. هيربس كومبلكس فيروس اذا سبب لي انفلاميشن شو راح يكون نوعه؟ راح يكون painful ulceration، يعني راح يكون قرحه. هاي القرحه painful. تمام، ركزوا لي على هاي الكلمه. نجي عليه من بعد. يا مايكرو اورجانيزم يسبب لي انفلاميشن، يسبب لي انفكشن بهذا المكان. مايكرو اللي هو الجونوريا قد يسبب لي شنو نوع الانفكشن؟ سبيوريتيف انفكشن. السيفلاس، السيفلاس تتذكرون عندي نوعين من السيفلاس، كان برايمري يسوي لي شانجر. الشانجر هي عباره عن قرحه ما مؤلمه، فلذلك انا شلون افرق ان القرحه سببها هيربس كومبلكس فيروس والقرحه سببها سيفلاس؟ القرحه سببها هيربس كومبلكس فيروس شو تكون؟ بينفول ulceration. اما اللي سببها سيفلاس برايمري سيفلاس اللي هي الشانكر تكون قرحه بين الاسماء مو مؤلمه. تمام، تمام، هذا الفرق بيناتهم. السكندري سيفلاس ايش راح نسميه؟ نسميها ماتين اسمه الثاني الكوندولوميلاته. الكوندولوميلاته اوكي، ايش راح يصير اذا واحد صار بي سيفلاس؟ سكندري سيفلاس راح يصير هايبربلاجيا بالابيثيليا، راح تزداد عدد الخلايا الموجوده بالابيثيليا، بالاضافه راح تلتم كرونيك انفلاميشن. خلايا انفلاميشن الكرونيك مثل شنو الخلايا؟ البلازما سيال. بالاضافه ايش راح يصير؟ راح يصير الاندرا تس أوبليترانس. شنو هاي معناته؟ هاي السمول فيزلز الموجودة بهذا المكان ايش راح تنسد؟ راح تنسد، فبالتالي من تنسد راح تسبب لي انفكشن. فهذا المصطلح هيك يعني لي لحد الان. انا ايش قلت؟ انا قلت انا اول شيء راح يصير الانفلاميشن بالفالفا. الفالفا هي عباره اكسترنال جينيتال فيميل. هاي الفالفا يا قلبي راح يصير بها انفلاميشن. سبب هذا الانفلاميشن اما سبب انفكشن اور نون انفكشن. اللي سبب انفكشن مثل شنو عندنا؟ الهيومن بابيلوما فيروس اور سبب هيربس كومبلكس فيروس، يا نوع واحد وثاني. تمام، سبب الجونوريا سبب السيفلاس. تمام، هذول كلهن أربعة الانفكشنات هسه اللي ذكرتها المايكرو اورجانيزم راح تنتقل للأنثى عن طريق السكشوال ترانسميشن. نيجي على الخامس. الخامس اللي هو الكانديدا، يكون نوت الكانديدا هو فانجاي، نوع من أنواع الفانجاي. هاي ما راح تنتقل عن طريق السكشوال. أوكي أوكي، نيجي لحد هنا. ايش راح يقول لي هنا؟ قلت إنه هنا السيفلاس حكيتها السيفلاس. السيفلاس بها نوعين برايمري وسكندري. البرايمري راح يسبب لي شانكر، اللي شانكر هي عبارة عن قرحة تكون بينلس. أما القرحة اللي سببتها الهيربس كومبلكس فيروس الاول والثاني شي تكون بينفول جينيتال ulceration. تمام، بعد ايش يقول لي هنا؟ الكانديديا اكو غده، اكو غده شو نسميها؟ اللي هي بارثولاين جلاند. هاي بارثولاين جلاند هاي عباره عن غده، وين القاها؟ هاي غده وين؟ هاي عباره غده موجوده بالسبميكوزا مال فاجينا. تمام، تمام، هاي الغده من يصير انفكشن ايش راح يصير بيها؟ من يصير انفكشن راح يصير تجي خلايا انفلاميشن وانفكشن، راح يصير انسداد بالداكت مال هاي الغده. هاي الغده ايش تحتوي لي؟ تحتوي لي على اكستريتوري داكت، على قناه تفرز لي الافرازات مالتها. ماشي ماشي، لما يصير انفلاميشن مو راح يصير انفلاميشن عباره عن مايكرو اورجانيزم زائد خلايا مال انفلاميشن البلازما سيل ولا اخره، مو راح يصير تجمع بين مايكرو اورجانيزم وانفلاميشن سيل. راح يصير هنا؟ راح يصير بالاكستريتوري داكت، القنوات اللي تفرز بها هاي الغده اللي هي البارثولاين جلاند الموجوده بالهذه بالفاجينا ولا اخره. ايش راح يصير؟ راح يصير بها انسداد. من راح يصير انسداد بها؟ راح يصير تتوسع بشكل راح يشبه شنو؟ راح يشبه السيست، تشبه الاكياس. شنو نسميها؟ نسميها بارثولاين سيست. البارثولاين سيست هو ايش يقول لي هنا؟ عندي كوبلينكيشن، احد المضاعفات لما يصير انفلاميشن يصير شو يصير؟ الفالفايتس. احد المضاعفات اللي يصير كوبلينكيشن، الكوبلينكيشن بسبب الفالفايتس قد يصير شنو؟ قد يصير البارثولاين سيست. شنو البارثولاين سيست؟ بانه عباره عن البارثو، هذا البارثولاين جلاند، هاي الغده صار بالقنوات الافرازيه مالته صار بها انسداد. ليش؟ بسبب صار انفلاميشن انفكشن، سوى لي انسداد بهذا المكان، فبالتالي بعد ما تطلع الافرازات مالته ايش راح يصير بها؟ راح يصير دايليشن، تتوسع شيء يشبه السيست. هذا كل ما في، هاي احد الكومبليكيشن اللي راح يصير. لحد الان انا ايش خلصت؟ خلصت الديزيز اللي يصير بالفالفا اللي هو اول واحد اللي هو شنو؟ الفالفولايتس. الفالفايتس اللي قلت انه هو سببه شنو؟ الفالفايتس سببه انفلاميشن، قد يكون سببه انفكشن اور نون انفكشن. الام الانفكشن
انفكشن تعرفت عليها. نجي اللي سببها نون انفكشن، يعني شنو؟ مو مايكرو اورجانيزم سبب لي هذا الانفلاميشن. يا هي نون انفكشن مو مايكرو اورجانيزم، اللي هو رياكتيف انفلاميشن. دي يصير انفلاميشن استجابه لاكسوجينيس استيمولين. يعني شنو؟ مثلا اريتيشن، صار اريتيشن، تهيج بيش بالديرمايتس. انا قلت لكم هاي الفالفا هي مو عباره عن سكن ويحتوي على شرح، حالها حال اي سكن. تخيلوا ايدكم، تمام؟ هاي ايدكم اجت انه هذا تهيجت من مواد مثل صابون، من لوشن، من اخره، ادى الى تهيج هاي طبقه السكن، عرفنا؟ فهذا انفلاميشن، مو سببه مايكرو اورجانيزم، مو سببه كانديدا او هيربس فايروس، لا، هذا صار انفلاميشن سببه نون انفكشن، مو مايكرو اورجانيزم السبب مالته. صار عندي اتصال ويا من؟ ويا مواد تسبب لي اريتيشن ديرمايتس. مثل شنو قد تسبب لي؟ اليورين نفسه قد يسبب لي اريتيشن ديرمايتس بالفالفا، صح لو لا؟ قد يسبب الصابون، المكان اللوشن الصابون قد يسبب هذه، عرفنا؟ لحد الان النون انفكشن معناته انا صار عندي انفلاميشن بس سببه مو انفكشن، مو مايكرو اورجانيزم هذول اللي ذكرت، لا سببه جوناريا ولا سيفيلاس ولا كانديدا، لا. شنو سببه؟ سببه انه جلد هذا مال الفالفا ايش صار بي؟ صار اريتيشن ديرمايتس. اتحسس لي منين تحسسي؟ قد يتحسس من اليورين نفسه، اليورين مو يحتوي على حموضه، قد من الصابون يتحسس. اوكي. او شنو سببه؟ كوندات هذا صار اتصال مواد تسبب لي الارجيك بالديرمايتس. يعني شنو؟ صار اتصال مواد تسبب لي حساسيه وين؟ بالجلد مال هذه المنطقه. اكو هاي المواد الارجيك، يعني شنو الارجيك هذه؟ اكو مواد تسبب لي حساسيه عند ناس وناس ما تسبب لهم حساسيه، هاي نسميها كوندات الارجيك ديرمايتس، تمام؟ مثل شنو؟ مثلا المراه تستخدم لوشن، اوكي، مرطبات، لوشن، غسولات ولا آخرة، هاي استخدمتها عادي، الثانية سببت لها شنو؟ allergic dermatitis. أوكي. انه هنا عندي قد تظهر انه انا شكلت ايش قلت قبل شويه، قلت انه هاي الفالفا هي عباره عن سكن، يعني اي شيء يصير بالسكن، مثلا يصير بايدي بالسكن، اي مسبب يسبب لي اريتيشن بالسكن راح يسبب اريتيشن بالمنطقه مال الفالفا. مثل شنو قد يسبب يصير بها؟ قد يصير بها صدفيه، يعني الامراض اللي تصير بالجلد من امراض السكن مو تصير الصدفيه والاكزيما اند وذر ديزيز، هاي وذر ديزيز، دام انه هو يصير بايدي وايدي هي جزء من السكن، كذلك هذا ممكن هاي الامراض وين تصير؟ تصير بالفالفا. ليش؟ لان الفالفا هي عباره عن سكن، صح لو لا؟ اوكي. نجي على اليمين، لحد الان انا ايش خلصت؟ خلصت الديزيز اللي يصير بالفالفا سببه انفلاميشن، سببه انفلاميشن، قلنا سبب الانفلاميشن قد يكون انفكشن او سببه نون انفكشن. مثلا شنو نون انفكشن؟ اني كونتاكت ويا مواد تسبب لي اريتيشن للجلد مالتي، كونتاكت ويا مواد تسبب لي الرجيك للجلد مالتي، مثل الصابون، مثل اليورين، مثل هذه ولا اخره. اوكي. قلت لكم هذا الفالفا قام دام انه هي متكونه من سكن، فتصير الامراض اللي تصير بالسكن راح تصير بها مثل الصدفيه، الاكزيما وغيرها. لحد الان خلصت النقطة الأولى. النقطة الثانية شي يقول لي؟ أقول راح يكون disorder epithelia، راح يصير تغيرات بالإبيثالية نون بلازم، يعني تغيرات بالإبيثالية بس سببها مو سببها سرطان. نجي نتعرف عليها. يقول هنا عندي هاي التغيرات اللي راح تصير بالابيثيليا، انه الابيثيليا فالفا ميكوزا راح تغرق يصير بها تغيرات. مثل شنو التغيرات اللي راح تصير بها؟ قد تصير بها اتروفي، راح تقل عددها، او تصير هايبربلاجيا، تزداد عددها. اكو تغيرات تصير بها بس هاي التغيرات مو سببها انه نيوبلازم. انه شنو هاي؟ راح اسميها عندي شكلين من اشكالها، اللي هي شكل اللي هي لايكين سكروسس اند لايكين سمبلكس كرونوكس. شنو هاي وشنو هاي؟ هذول التغيرات اثنيناتهم، سواء هذه الأولى سواء الثانية، لما يجيني هذا الشخص، لما يجيني الشخص جروسلي راح أشوف هاي العلامة اللي هي الليكوبليكيا. شنو هاي الليكوبليكيا؟ الليكوبليكيا هي عبارة عن طقعة، أما تكون باتشز طقعة بيضة أو تكون بلاك، يعني بلوكة، يعني شنو بلوكة؟ ارتفاع طقعة بيضة مرتفعة عن الجلد، باتشز تكون يعني ويا مستوى الجلد، تمام؟ هاي باتشز طقعة بيضة مثل مستوى الجلد، هاي البلوكة مرتفعة عن الجلد طقعة بيضة. اوكي. لحد الان اكو تغيرات راح تصير بالابيثيليا مال الفالفا، سببها مو سببها سرطانات. مثل شنو هاي التغيرات اللي راح تصير؟ اللي هي هاي الاولى اللايكن سكروسس عند اللايكن سوبلكس. هاي التغيرات لما يجي الشخص عند الأولى أو الثانية راح أجي أشوف عند الليكوبليكيا. الليكوبليكيا عبارة عن طقعة بيضة، طقعة بيضة مستوى الجلد أسميها باتشز، مرتفعة عن الجلد أسميها بلوكي، تمام؟ شي يقول لي هاي الليكوبليكيا ما خاصه فقط لهاي المرضين، هاي الليكوبليكيا هماتين اشوفها بالصدفيه، اشوفها ويا من؟ ويا مالجنت ليشن، ويا واحد عنده سرطان، تمام؟ فالليكوبليكيا هاي العلامه، هاي الليكوبليكيا هاي كلينيكال تيرم، مصطلح طبي. شنو كلينيكال تيرم؟ مصطلح طبي اوصف شغله بها لونها بيضه تكون مرتفعه عن الجلد او مستوى الجلد. هاي تظهر ويا من؟ تظهر ويا شخص عنده هذا اللايكن سكروسس، تظهر ويا اللايكن سوبلكس، بالاضافه هماتين تظهر ويا شخص بصدفيه، تظهر مالجنت ليشن. فاني من
أجي أشوفها، ما أقدر أحدد إنه هاي سببها لايكن سكروسس أو هاي مالجنت تيومر، لذلك أنا لازم شنو من أشوفه، لازم أدز الشخص بايوبسي عن طريق الهيستولوجيكال، عن طريق النسيج مال هاي البايوبسي اللي أخذته راح أجي أعرف إذا كانت هي لايكن سكروسس أو لايكن سوبلكس أو كانت صدفية أو كانت مالجنت. لحد الآن بهذا السلايد أريد أعرف هاي الليكوبليكيا هي عبارة عن تيرم كلينيكال، تيرم مصطلح طبي استخدمه. هاي الليكوبليكيا هي عبارة شيء أبيض، قد يكون بيتشس أو يكون بلاك، هذا بلوكه. هاي وين أجي أشوفه؟ أشوفه بعدة حالات، يعني مو فقط خاصة بهاي الحالات الاثنين. تمام نجي على اليمن على اللايكن سكروسس. لايكن سكروسس أنا شو قلت لكم؟ لايكن سكروسس أكو ديسوردرات تصير بالأبيثالية، سببها مو نيوبلازم اللي هي ديسوردرات، أما لايكن سكروسس أو لايكن سوبلكس. شنو لايكن سكروسس والكلينيكال مالته؟ هي عبارة راح يجي كلينيكال كروسلي أشوف الليكوبليكيا وأعرف شنو مصطلح الليكوبليكيا، راح أشوف طقعة بيضة، قد تكون طقعة بيضة أو شوية مرتفعة عن الجلد. تمام، باعو قد تكون بلاك أو تكون ماكيول أو بلاك. تمام، هاي الطقعة البيضة شنو هاي تكون الطقعة البيضة؟ بعد مرور الوقت راح تكبر بالحجم، بالإضافة راح تتجمع وحدة بصف الثانية. تمام، مايكروسكوبي أربع نقاط، مايكروسكوبي لشخص عنده لايكن سكروسس راح أشوف مايكروسكوبي، راح أشوف طبقة الإبيديرمس، طبقة الإبيديرمس يصير ثين، يصير كلش ثين، بالإضافة ريتريج هذا ريتريج راح يكون شنو؟ راح يختفي. شنو ريتريج؟ هو عبارة عن إكستنشن راح يبدأ من طبقة الإبيديرمس إلى الديرمس، هاي عبارة هذا الإكستنشن، شايفين هذا الإكستنشن؟ هاي نسميه ريتريج، هاي راح تختفي، بالعادة لازم أكثر من وحدة موجودة راح تختفي، راح تبقى على الأقل بس وحدة. تمام، هاي الريتريج اللي هو عبارة عن إكستنشن من الإبيديرمس إلى الديرمس، هذا اللي أسميه هذا الإكستنشن الامتداد مالته. تمام، أي شيء يقولي راح يختفي الريتريج، بالإضافة شنو راح يصير؟ انه ديرمال فايبروسس، انه طبقه الديرمال هاي شنو هاي شكو شيء وردي، هذا عباره عن فايبروسس، راح يصير بها فايبروسس، بالاضافه شنو قد تتجمع بها مونونيوكليار انفلاميشن، خلايا انفلاميشن مونونيوكليار احاديه النواه. الى هنا لحد الان انا ايش قلت لكم؟ يصير عندي ديسوردر بالابيثاليه، هاي الديسوردر سببها مونيوبلازم اللي هي ديسوردر، عندي ديسوردرات اثنين ذاكرتها الدكتوره اللي هي لايكن سكروسس اند لايكن سوبلكس. تمام، لكن سكروسس كروسلي راح اشوف الليكوبليكيا، بالاجي ادخل بالمايكروسكوب ايش قلت لكم؟ الليكوبليكيا ما اقدر اخذها انه استفاد من يمها يعني كعلامه داله تدليني، لان هاي الليكوبليكيا مشتركه بهواي امراض، لذلك لازم اخذ بايوسي واشوف بالمايكروسكوب. اذا شان الشخص لكن سكروسس راح اشوف بالمايكروسكوب؟ راح اشوف بالمايكروسكوب ثين اوف ذا ابيديرمس، الابيديرمس تكون ثين، بالاضافه هاي اللي رايت باتشز راح تختفي، بالعاده ان هي اكثر من وحده تكون، بالاضافه راح اشوف فايبروسس وراح تتجمع خلايا نيوكليار انفلاميشن. هاي وين يصير بيا عمر؟ يصير اغلب بالعمر هاي عند المراه ورا من تنقل يعني من توصل سن اللي نسميه انقطاع الدوره مالتها، راح يصير بهذا العمر مالتها. الكوسس اسبابها ما معروفه، يعتقدون سببها مناعي او سببها جينيتيكال، يعني سببها عوامل جينيه خلاها انه تظهر. تمام، الريسك مالتها هاي 1 من 5% من الحالات قد تتطور المن الى سكواما سيل كارسينوما. باعوا هاي عباره شنو هاي؟ انا دا اتكلم علي هاي الكارسينوما؟ لا، هاي مو كارسينوما، بس هاي من 1 إلى 5 من الحالات قد تتطور المن تتطور الى سرطان خبيث. اوكي هاي شنو هاي؟ لايكن سكروسس. نجي على اليمن نقارنها ويا اختها الثانيه اللي هي لايكن سوبلكس كارسينوما. هاي شنو قلت لكم؟ اثنيناتهم كلينيكلي اني راح اشوف يعني شنو جروسي، راح اشوف الليكوبليكيا وعرف شنو الليكوبليكيا، عبارة عن طقعة بيضة قد تكون مرتفعة عن الجلد نسميها ماكيول أو نسميها بلوكة، أو تكون مستوى الجلد أسميها باوتشز. انه شنو هاي الاشياء اشوفها مايكروسكوبي؟ 4 هايبر كيراتينوز، هذا هاي طبقه الكيراتين، هاي الوردي طبقه الكيراتين، هايبر كيراتينوسس كلش هاي زايده طبقه الكيراتين، الابيثيليا صاير بها، الابيثيليا صار بها ثيكنس. تمام، باعوا هاي الباوتش هذا ريت ريتج. تمام، صار بها ثيكنس الابيثيليا، بالاضافه شنو هنا أنا عندي ان كريسيس مايتوتيك اكتيفيتي بيسل سيل، الخلايا الموجوده بالبيسل راح تزداد الانقسام مالتها، نشاطها الانقسامي، بس هماتين ما راح تتحول الى اتابيه. يعني شنو اتابيه؟ هاي معناتها من تتحول الخليه الى اتابيه معناتها خليه سرطانيه صارت. اوكي، انه هاي صح راح تزداد انقساماتها، بس هاي تشبه الخليه الاصليه، ما راح تتحول الى اتابيه، خليه تختلف عن خليه الاصل. تمام، ان هنا الانفلتريشن راح يصير باللمفوسايت انفلتريشن. لحد الان اذا اريد اقارن بينها بين هذه وهذه، هاي راح يصير هايبر كيراتينوزس، طبقة الكيراتين راح يصير بها واي، راح يصير تثخن بالابيثيليا، تشوفوه وين واصل، بالاضافه شنو راح يزداد الميتوتيك انقسام الخلايا، راح يصير هواي خلايا على الرغم هواي الخلايا لكن تشبه الاصل، مو راح تختلف عن الاصل، اذا تختلف عن الاصل واللي هي ميزه الخلايا السرطانيه نسميها اتابيه. اوكي، بالاضافه راح تتجمع الليمفوسايت،
الكوسس الكي هاي شنو اسبابها؟ اسبابها شنو؟ هاي اسبابها هاي كلش مهمه النقطتين اللي راح احكيها. اسبابها شنو؟ انه واحد عنده كرونيك عنده حكه مزمنه، يعني صارت عنده حكه مزمنه بقي يحكها بقي يحك بعد بقي يحك لحد ما صارت اللي هي شنو لايكن سوبلكس كرونيكس، اللي هي عباره عن حكه مزمنه. اوكي حكه مزمنه يعني شنو هاي؟ هاي اللايكن سوبلكس هذا كرونيكاس، هاي شنو سببها؟ سيكندري، سببها سيكندري يعني مو هي برايمري اجتني، لا سيكندري، ان واحد صارت عنده حكه سبب معين ما فبقى صارت عنده حكه مزمنه كرونيك لها، فمن صار كرونيك راح يؤدي المن الى اللايكن سوبلكس كرونيكاس. الاهم شيء انه هاي ما راح تتطور الى كانسر. قبل شويه شنو كانت؟ قبل شويه كانت تتطور لي الى سكويما سيل كارسينوما، اما اذا هذه ما راح تتطور المن الى سيل الى كارسينوما. اوكي هذا الفرق مالته. هذه كانت اسبابها ما معروفه مناعه وشي، هاي اسبابها شنو؟ اسبابها حكه، اسبابها ان واحد حكه انه قام يحك حتى يوخر الحكه، احساسه بالشعور بالحكه وخرها، وهذه قلت لكم السبب سيكندري. نجي لحد الان انا ايش خلصت؟ خلصت المن، خلصت نرجع انه خلصت الديزوردر اللي يصير بالفالفه. قلت اول شيء الانفلاميشن اللي هذا الانفلاميشن بالفالفه سببه انفكشن او سببه نون انفكشن. وراها اجيت تكلمت على الديزوردرات الاثنين واخذنا المقارنه مالتهم وقلنا اثنيناتهم كروسلي اشوفهم ليكوبينيا، لذلك انا من اشوف الليكوبينيا ما راح استدال بها انه هذا فلان ديزوردر، لذلك ادخل بايوبسي اسوي واروح اشوف داخل الهستو. قلت بكل حاله راح اشوف شنو داخل الهستو. ثاني شيء راح اشوف التيومر، التيومر اللي هو شنو؟ هو التيومر اللي التيومرات اللي تصير وين بالفالفا، واللي قلنا انه هاي تكون نادرا ما تصير بس اذا صارت راح تكون مهدده للحياه. نيجي نتكلم على الفقره الثالثه اللي هي الكارسينوما. التيومر انه هاي عندنا بيناين تيومر، اوكي البيناين تيومر، بيناين تيومر اكو اثنين بيناين تيومر واكو مالجننت تيومر هماتين، مالجننت تيومر اللي هو كارسينوما راح نتكلم عليهم هذول اثنين جروسلي عن الميكروسكوبي. اوكي وين راحت؟ والله ما أدري وين راحت. نجي على التيومر، بيناني تيومر قبل كل شيء اريد تعرفون مصطلح اللي هو شنو المصطلح اللي هو الكونديلوماس. كونديلوماس هذا مصطلح اوصف به شيء، اوصف جروسلي شيء اذا شيء كان مرتفع نسميه مرتفع اكسوفاتك، اوكي اور وورد لايك يشبه الفالول اسميه كونديلوماس. كونديلوماس هو مصطلح طبي، هذا المصطلح يعني مثل ما اجي اوصف شيء هذا الشخص طويل، هذا الشيء سمين، هذا الشيء قصير، صح لو لا؟ انا اذا شفت شيء مرتفع اوكي ويشبه الوورد لايك راح اوصفه طبيا بمصطلح كونديلوماس. تمام عندي الكونديلوماس بنوعين، البيناين تيومر انا التيومر اللي يصير بيناين تيومر بنوعين، اوكي اللي هو كونديلوماس اكيومنيتا اكيومنيتا والثاني اللي هو الكونديلوماس لاتا. الاكيومنيتا سببه منه هو الهيومن بابيلوما فايروس نوع 6 و11، كلش مهم انه نحفظ الانواع مالتها. اما اللاتا سببه اللي هو سكندري سيفيلاس. اوكي لحد الان قلت لكم الكونديلوماس هو مصطلح لما اجي اشوف شيء، لما اشوف شيء مرتفع ويشبه الورد لايك اسميه كونديلوماس. التيومر البيناين تيومر عندي نوعين بيناين تيومر، كونديلوماس اكيومنيتا عند كونتي لاماس لاتا. هذا سببه هيربس فايروس هيومن بابلوما فايروس 6 و11. تمام هذا وين يصيب اللوكيشن مالته؟ اللوكيشن مالته قد يصير بالفالفا بالبرينيوم بالبريتونيوم. اوكي اقل شيء ما يصيب لي السيرفكس عنق الرحم. ليش اقل شيء ما يصيب لي السيرفكس؟ لان عنق الرحم اكثر شيء يسببه يا نوع من الهيومن بابلوما فايروس. هيومن بابلوما فايروس بي واي سبيشيز، اكثر سبيشيز يسببها يا هو نوع 18 و16. انا ايش قلت لكم هذا ابو البي 9 تيومر اللي يسبب لي هاي اكيومنيتا يسببه نوع 6 و11. تمام هاي موجودة بكل مكان، ينتقل عن طريق السكشوال ترانسميشن. تمام هذا شنو؟ هذا نوت ما يتحول لي الى كانسر، هذا ما يتحول لي الى كانسر، يعني الكونديلوما اكيومنيتم هذا ما يتحول مستقبلا الى كانسر. تمام تمام بسبب اللقاحات اصلا قاموا يصنعون لقاحات ضد الهيومن بابيلوما فايروس، هاي اللقاحات تعطيني هاي وقايه ضد هذا. تمام ضد هذا المرض. لحد الان قلت لكم التيومر البناين التيومر عندي نوعين من البناين اللي هو الكونديلوما. كونديلوما هو عباره مصطلح طبي معناته اني اذا اشوف شيء مرتفع ويشبه الورد لايك يشبه الفالول اكيومنيتم عند الكونديلوما لاتا. الاكيومنيتم اللي هو سببه هيومن بابيلوما فايروس نوع 6 و11، هذا يصيب لي قد يصيب لي بكل مكان. اوكي البالفا برينولي اقل شيء يصيب لي بالسيرفايكل، لان قلت لكم سيرفايكل اكثر نوع يسببه من هيومن بابيلوما هو 18 و16. تمام ينتقل عن طريق السكشوال ترانسميشن، هذا ما يتحول الى كانسر. فقط هاي المعلومات تحتاجون تعرفوها عن هاي السلايد. تمام الكوندلاما لاتا انه سببها سكندري سيفيلاس، سببها سكندري سيفيلاس راح يسبب هذا النوع البناين. نيجي جروسلي انا شلون راح اجي اشوفه؟ ثواني بس اسد المروحة بردت.
نيجي جروستي شلون راح اجي اشوفه؟ راح اتكلم عن يمن على هذا الاول واحد، ليش يكون موسكو ممن اكثر موسكو ممن من الثاني؟ فالموسكو ممن هذا اول واحد شلون راح اشوفه جروستي؟ راح اشوف شيء بابلاري يشبه البابلاري، تمام، اللي هي عباره فينجر اليفيتيشن، ارتفاعات يجي تشبه البروزيه، تمام، مرتفعه مولتيبل اكثر من وحده، باعوا لونها ريد على بينك، احمر على وردي، تمام. هاي يكون المساحة مالتها، يعني أحجامها تتراوح من مليمتر قد توصل إلى سنتيمترات. لحد الآن أنا شدا أشوف الكونديلامة أكيومنيتا، ليش ما شفت أبو هذا اللاتة؟ لأن هذا اللاتة أقل، أما هذا يكون أكثر موس كوميمن، كلش كوميمن، أوكي، هواي راح أشوفه شو راح يكون شكله؟ بابلاري، تمام، مولتيبل أند ريد بينك، أوكي، أنت قد يكون مساحته حجمه من مليمتر إلى سنتيمترات، تمام. مايكروسكوبي هذا أشوفه جروسلي، اوكي اشوفه جروسلي، اجي اشوفه مايكروسكوبي، اهم ميزه اللي هو شو نسميها، اللي هي كوليوستيك اتيبيا، كوليوستيك اتيبيا، لما اجي اشوف مايكروسكوبي لشخص عنده كونديلاما اكيونيتا اللي سببها هيومن بابلوما فايروس، يا نوع 6 و11، لما اجي اشوفه مايكروسكوبي راح اشوف هاي الخاصيه. شنو هاي الكلمه؟ هاي الكلمه معناتها كوليوستيك اتيبيا، معناتها النيوكليار راح يكون حجمها كبير، الكروماتين مالتها بداخل النيوكليار راح تكون هوايه، بالاضافه النيوكليار راح تكون متعرجه، لذلك تشبه شنو النيوكليار؟ تشبه الزبيب، تشبه الزبيب، هاي صوره الزبيب، تمام. بالاضافه انه سايتوبلازم بيري نيوكليار هيلو، انه هاي شايفه سايتوبلازم، هاي مثل انه تكون فارغه السايتوبلازم، يعني شلون شيء فارغ؟ عرفتوا انه هاي النيوكليار مو موجوده بداخل السايتوبلازم، هذا السايتوبلازم شايفين هذا الفراغ الابيض يكون هولو، هيلو ما ادري شو يسموها، اوكي، والنيوكليار تكون متعرجه بشيء يشبه الزبيب، تمام. عرفنا انه هاي الشكل راح اشوفه مايكروسكوبي، اهم علامه اذا اجانا بالامتحان اللي هو كوليوستيك اتابيا، كوليوستيك اتابيا معناته النيوكلياي متضخمه، بالاضافه متعرجه النيوكلياي شيء يشبه الزبيب، هايبر كروماتين الصبغه مالته ولا اخره، تمام. شي يقول لي تري لايك، ايش راح اشوفه؟ راح اشوفه اكسوفيتكس، معناته هذا ريست مرتفعه، تري لايك تشبه الشجره، تشوفوها حسبالك الشجره، مو حسبالك شجره. بعد بالاضافه شنو دي يصير؟ تثخن بالسكويموسيال ابيثاليه، هاي سكويموسيال ابيثاليه، سكويموسيال ابيثاليه، هاي سكويموسيال ابيثاليه، دي يصير بيها تثخن، تمام. هاي الاشياء وقلت لكم اهم شيء اللي هي كوليوستيك اتابيا. مالجنينت تيومر، لحد الان شنو انا كنت اتكلم على بيناين تيومر، دي يصير بالفالفا اللي هو نوعين حكيت عليه، اللي هو الكوندولاما، يا هي الاكيومنيتام، والثاني ابو اللاته، تمام. هاي عباره عن بيناين تيومر. نجي على يمين نتحول الى المالجنينت تيومر. المالجنينت تيومر يصير بالكارسينوما اوف ذا فالفا، 90% من السرطانات اللي تصير بالفالفا او هاي اللي هي شتكون سكويموسيال كارسينوما. اني بالفالفا همتين اكو غدد، فهمتين الغدد السرطانات اللي تصير بالغدد سميناها أدينو كارسينوما، مو سميناها أدينو كارسينوما هيج اسم، أدينو كارسينوماس، تمام، أو تصير بيسل كارسينوما. أنا بهاي الأماكن بالجنيتال تراكت همتين أكو غدد، تمام، والسرطانات اللي تصير بالغدد سميناها تذكرون بالنيوبلاجيا أدينو كارسينوما. المهم الكارسينوما أوف ذا فالفا 90% من السرطانات اللي تصير سببها شنو؟ سكويموسيال كارسينوما. النسبة المتبقية سببها شنو؟ يعني سرطان صار بالغدة الموجودة بالمكان أدينو كارسينوما أو بيسل سيل كارسينوما، بس اهم شيء النسبه الاكبر هي 90% سكويموسيال كارسينوما. شي يقول لي هنا انا عندي سرطانات اللي تصير بالفالفا شتمثل لي 3% من السرطانات اللي تصير بالمراه، تمام، واللي يصير شو وقت هذا السرطان؟ يصير لما يكون عمرها 60 سنه، اوكي. هذا راح اقسم المالجنينت تيومر، راح اقسمه الى نوعين، هيومن بابلوما نيجاتيف وهيومن بابلوما بوزيتيف كارسينوما. شنو نيجاتيف؟ يعني هذا ما له علاقه، هذا السرطان ما سببه هيومن بابلوما فايروس، تمام، هذا النيجاتيف. البوزيتيف معناته انه هذا السرطان سببه منو؟ هيومن بابلوما فايروس. ايش ده يقول هنا؟ انه اثنيناتهم ايش راح يبقون؟ اثنيناتهم راح يبقون بمكانهم، ما راح يعني ما راح يسوون انفيسيف، يعني لفتره طويله لسنوات راح يبقون بمكانهم، تمام. اذا واحد هم نفسه وما تعالج، لذلك باعوا شنو نصحون اصلا؟ انه كل فتره واحد ياخذ عينه بهذا المكان، يسوي سواب بهذا المكان، ليش؟ لان هاي السرطانات راح تبدي بشيء اقدر اعالجه، بس من تتحول الى كارسينوما، انفيسيف كارسينوما، هاي بعد ما اقدر اعالجها، تمام؟ لذلك شو يقول لي هنا عندي؟ انه هذول راح يبقون لهذا بنفس مكانهم، اوكي؟ ورا فتره، ورا عده سنوات راح يصير انفيت انسبريت، راح تنتشر، يصير ميتاستايسس، راح انفيت، يعني راح يتطور السرطان مالته.
اوكي وراح ينتشر الى فيرست ريجن او ذا ليمفاتيك نوت، الى اول ليمفاتيك نوت قريبه عليه. تمام، البروجنوسيس مالته يعتمد على الستيج اللي واصله. يقول انه 93 من النساء انه راح يعيشون يعني اذا صار عندهم هذا السرطان، تمام، وهذا السرطان نون انفيتيف ما راح للليمفاتيك نوت، اوكي راح يعيشون 5 سنوات، اوكي. اما اذا وصل صار ميتاستاسيس للليمفات نوت هذول 25-41% منهم راح يموتون. لحد الان انا ايش قلت لكم ريمين كونفيرمد انه هذا السرطانات بوث سواء كان بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف عرفنا شنو بوزيتيف ونيجاتيف، سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف هذول شنو راح يكونوا مكانهم، تمام، ما راح يسوون لي انفيت، ما راح يروحون ينتشرون، ورا مرور سنوات عديده راح يسوون انفيت، راح يخطون على النسيج اللي بصفهم ولا اخره، قد يروحون ان من فرست اول مكان يروحون للنفاتك نود. لاحظوا ان النساء اذا وصل السرطان مالتهم للنفات نود ميتاستاسيس 24% راح يموتون، اما اذا ما وصل للنفاتك نود هذول 70% 93% راح يعيشون 5 سنوات هماتين، تمام. نجي مقارنه بين النيجاتيف كارسينوما، النيجاتيف كارسينوما مور كوميمن، هذا اقل كوميمن. النيجاتيف شي يكون بالنساء الكبار عمرهم 75 سنة، هذا يصير باليونجر وومن ويصير هماتين بال60 سنة، تمام. هذا ما له علاقه بالهيومن بابيلوما فايروس، هذا له علاقه بالهيومن بابيلوما فايروس ويا هو اكثر شيء 16 و18 له علاقه. هذا شيء يقول لي هذا شنو سببه، هذا مثلا انا ماخذه هيستوري من الشخص، اوكي هذا الهيستوري كان الشخص مصاب سابقا بايش، لكن سكروسس اللي قلناها قبل شويه الاضطرابات اللي تصير بالابيثيليا مال فالفا تذكروها. فمن اخذ هيستوري من الشخص راح الاحظ عنده شنو لكن سكروسس، فهاي لكن سكروسس بريكارسر انه بريكارسر المن انه الشخص يصير به هيومن بابيلوما فايروس نيجاتيف كارسينوما، تمام تمام. انه هنا اما هذه انه هذا من اخذ هيستوري من الشخص كان بي قبل، كان بي قبل في اي ان اللي هو عباره عن فالفار انترا ابيثيليا نيوبلاسس، هذا الفاربل هو بريكارسر حتى شنو يعني هذا مو صار بي اول شيء هذا ورا راح يتطور شيء كولي اللي هو هيومن بابيلوما فايروس بوزيتيف، تمام تمام. هذا شيء يكون يوني فوكال يكون مكان واحد وولد ديفرنشيال يشبه النسيج الاصلي ما راح اشوف فرق بيناته، اما هذا مولتي فوكال اكثر من مكان وما يشبه النسيج الاصلي الموجود بيه، ما يشبه نسيج الفالفا الموجود بيه. اجروسي شو راح اجي اشوفه؟ اجروسي راح اشوف ليكوبلاكيا. قبل شوي ايش قلت لكم؟ الليكوبلاكيا هو مصطلح عام كلينيكال تيرم اوصف شغله بيها بياض شي مثل الابيض شي بياض سواء كان بيتشز او كان مثلا الماكيول مرتفع عن الجلد، تمام تمام. فاثنيناتهم يكون شنو يعني بالبدايه راح يكونون ليكوبلاكيا وراها ايش راح يتطورون؟ يتطورون الى اكسوفيتكس اند السريشن، راح يتطورون الى تقرح، اوكي تقرح تمام، يتطورون الى تقرح، اوكي يتطورون الى اللي هي عباره عن فانجل ماس المن الى اوفر اكسوفيتكس اللي هي عباره عن فانجل ماس، وراح يتطور المن الى تيومر تقرح تيومر بقرحه، تمام. مايكروسكوب ايش راح اجي اشوف؟ هذا اللي ما له علاقه بالاتش بي اللي هو نيجاتيف اتش بي هذا هيومن بابيلوما فايروس، هذا شكله يشبه النسيج الاصلي، النسيج الاصلي منين متكون؟ من سكواما سيل كارسينوما، عفوا متكون من سكواما سيل، فايش راح اجي اشوف؟ اشوف خلايا سكواما سيل وبالسنتر موجود كيراتينيزيشن، فهذا يعني شنو؟ يشبه النسيج الاصلي، لازلت اتعرف عليه. اما الثاني اللي له علاقه اللي هو البوزيتيف هيومن بابيلوما كارسينوما هذا البوزيتيف، هنا ما راح يشبه النسيج الاصلي، ما راح يشبه النسيج الاصلي، ما موجود طبقه الكرياتين ولا اخره، عرفنا؟ لحد الان انا ايش قلت لكم؟ انا عندي نوعين بي، عندي اللي هو هيومن بابيلوما فايروس نيجاتيف وعندي هيومن بابيلوما بوزيتيف. النيجاتيف شو يكون؟ يكون النيجاتيف شو يكون ويل ديفرنشيال يشبه النسيج الاصلي، ايش راح اجي اشوف بالمايكروسكوب من اجي اشوفه؟ راح اجي اشوف سكواما سيل كارسينوما، خلايا سكواما سيل صاير بها كانسر، هاي سكواما سيل كارسينوما تشبه الخلايا الاصليه، تمام؟ اوكي وبالسنتر صار كيراتين، هذا الوردي صار كيراتين، تمام. اما الثانيه اللي هي يا هي اللي هي شنو هاي البوزيتيف كارسينوما هيومن بابيلوما اللي سببها كارسينوما، سببها هيومن بابيلوما فايروس بولي ديفرنشيال ما تشبه النسيج الاصلي وحتى الكرياتين ما موجود هنا، تمام تمام. نجي على من على الفاجينا، لحد الان انا خلصنا الفالفا، خلصت الفالفا، خلصت الانفلاميشن اللي يصير بالفالفا وقلت الانفلاميشن بنوعين سببه انفكشن ونون انفكشن، اوكي وراها اجيت تتكلم الديزوردر يصير بالابيثيليا مال فالفا بس سببها مونيوبلازم، تكلمنا على 2. وراها جيت تكلمت على التيومرات، قلنا بناين تيومر اخذنا 2، وراها تكلمت على الملجنت تيومر، وقلنا اغلب السرطانات هي سببها شنو؟ سرطانات يا نوع تكون سكواما سيل كارسينوما، والنسبه البقيه شو تكون؟ ادينو كارسينوما او تكون بيسل سيل كارسينوما. لحد الان خلصنا الفالفا، نجي على الفاجينا، انا كل شيء كل جزء من الانثى راح اخذه، ايش راح اخذ؟ الالتهاب اللي راح يصير بهذا المكان، التيومر راح يصير بهذا المكان، الديزوردر راح يصير بهذا المكان. نجي على من على الفاجينا، الفاجينا انه هي الفاجينا شنو؟
نادرا ما اشوفها برايمري ديزيز، انه شخص اجى مصاب فقط بالفاجينا. دائما انه الامراض اللي تصير بالفاجينا تكون سيكندري، يعني شنو، انه هذا الشخص صار عنده كانسر مكان ثاني وراها عنده انتشار للفاجينا، يعني مو نشا الكانسر من الفاجينا، عرفتوا؟ او انه هذا الشخص صار عنده شنو انفلاميشن بعرق الرحم سيرفكس وراها وين راح للفاجينا، عرفتوا؟ انه اغلب يشكوا لي مور اوفن سيكندري انفلوب، يعني الفاجينا صارت لي بسبب شيء ثاني، يعني اول شيء صار برايمري صار التهاب عنق الرحم، وراها سيكندري سبب ثاني الى عنق الرحم الالتهاب وصل للفاجينا. نادرا ما اجي اشوف انه هذا الكانسر فقط صار بالفاجينا او هذا الالتهاب فقط بالفاجينا. اوكي، فشيكوا لي النورمال هيستولوجيكال، الفاجينا مين متكونه؟ نون كيراتينازيشن ستراتي فاسك ومس ابيثيليا، كلش مهمه. يقول لي هنا عند البلوغ عند الانجاب، وهذه هاي الطبقه مال ابيثيليا راح تحتوي على كلايكوجين بسبب تاثير الاستروجين. ليش هاي عند الانجاب ولا اخره ما ندخل بيه، المهم اعرف النسيج الاصلي مال هذا الفاجينا هو شنو، نون كيراتينازيشن ستراتي فاسك ومس ابيثيليا سكواماسيل ابيثاليا. نيجي على اليمين راح نتكلم على الفاجيناتس، معناته شنو الفاجيناتس، تيصير اكو التهاب بهذا المكان. شنو هذا الالتهاب؟ يكون ترانسيت، يكون مؤقت، تمام، نون كلينيكال، يعني مو شيء جاد كلينيكال يسوي لي سيريس يسوي لي امراض خطره، تمام تمام. يقول هنا من يصير التهاب الفاجيني راح نلاحظ، راح نلاحظ فاجيني ديتشارج، راح نلاحظ ديكوريا. ديكوريا هي عباره عن افرازات مهمليه يكون لونها ابيض شويونه على اصفر، تمام تمام. شي يقول لي اني اعرف هنا اكو نورمال كومنسل، اكو كائنات مايكرو اورجانيزم زين متعايشه بجسمي عادي، ما مسميت لي باثوجين اور نورمال فلورا، هاي لما تقل مناعتي راح تسبب لي مرض. هاي النون كورمسول اكثر شيء يسبب لي التهاب بالفاجينا عند الاشخاص اللي عندهم دايابيتك سكري، الاشخاص ياخذون سيستميك انتيبايوتيك ثيرابي، اعرف مضاد حيوي راح يموت لي البكتيريا، يموت لي النورمال فلورا، فراح تستغل هاي الكائنات المتعايشه بجسمي الوضع، لان كانت النورمال فلورا وقفتها عن حدها، راح تستغل الوضع وراح تحارب الجسم وتسبب لي التهاب، تمام. هاي السيستميك انتيبايوتيك ثيرابي، يعني شنو السيستميك انتيبايوتيك؟ تياخذ يعني مضاد حيوي بالوريد بالعضله، تمام، اور عند الاجهاض، تمام، اور المريه الكبيره بالعمر انه ايرلي، اور انه شخص مناعته قليله يده ياخذ كورتيزول يقلل المناعه، واكو ادويه مثلا هذول اللي يزرعون اعضاء، هذول خطيه طول حياتهم ياخذون ادويه شنو تقلل المناعه مالتهم حتى العضو مال جسمهم ما يرفض العضو الجديد، عرفتوا؟ او شخص عنده ايتس، تمام، هذول الاشخاص هاي اكثر راح تتاثر عليهم الكومن سيل، هي عباره عن خلايا متعايشه بالجسم الانسان النورمال، بس اذا كان شخص عنده دايابيتك، عنده ياخذ انتي بايوتيك، المريه صار عندها اجهاض، واحد عنده مناعة قليلة، عنده ايتس، هاي راح يسبب انفلاميشن بهذا المكان. اكثر شيء منه هي اللي هي الكانديدا فاجيناتس، عندي ترايكومونس فاجيناتس. كانديدا هي نوع من الانواع الفانجاي، وترايكومونس فاجيناليس هي نوع من انواع الباراسيتك، تمام. انه ايش راح يصير الافرازات هنا؟ راح يصير اريثميا، حكه، سولينج، اهم شيء هاي النقطه اللي هي شنو، هي كورد لايك فاجينات ديسجارج، يعني راح يكون افرازات الفاجينا مثل الحليب، تمام. وهاي اذا كانت السيفير انفكشن كلش قويه الانفكشن تتطور من الى السر، تتطور الى السر. الترايكومونس فاجينالس، ترايكومونس فاجينالس انه واحد هذا نوع من انواع الباراسيتك، ايش راح يصير بيه؟ جرين نيتد تشارت، راح يصير الافرازات لونها خضراء، تمام. هذه اهم شغله. نجي على اليمين على المالجنت تيومر، المالجنت تيومر عندي ثلاث انواع من المالجنت تيومر، اهم شيء اخذوا شغله انه هنا عندي انه هذا السكواما سيل كارسينوما اللي يصير بالفالفا واللي يصير بالفاجينا واللي يصير بالسيرفكس سببه شنو؟ سببه هيومن بابلوما فايروس نوع 16 و18، خلوا هاي المعلومه ينكم نحتاجها، تمام. نجي على اليمين على المالجنت تيومر اللي يصير بالفاجينا، عندي ثلاث انواع اللي هي سكواما سيل كارسينوما وكلير سيل ادينو كارسينوما واخر وحده اللي هي ساركوما بوتريوت. ايش قالت الدكتوره؟ ما اريد اعرف التفاصيل مالتها، بس اعرفوا الاشياء راح احكي لكم عليها. السكواما سيل كارسينوما انه هي 1% من السرطانات تشكل لي، تمام، بالجينيتال تراكت، اوكي، تصير بالنساء الكبار بالعمر، بالاضافه انه هاي الفاجينا انه شنو سببها؟ انه هاي سببها انه سكواما سيل كارسينوما سببها انه شخص كان عنده فاجينال انترا ابيثيليا نيوبلاجن، هاي بريكارسر المن، هاي بريكارسر المن للسكواما سيل كارسينوما، يعني اول شخص انه صاب بهيومن بابلوما فايروس، تمام؟ اصاب الشخص هيومن بابلوما فايروس بقت فتره طويله من جسمه، هاي الهيومن سببت لي فاجينال انترا ابيثيليا نيوبلازم، هذا الفاجينال انترا ابيثيليا هذا نيوبلازم تكون بريكارسر انمن للسكواما سيل كارسينوما، راح تسبب لي سكواما سيل
كارسينوما، عرفتوا؟ كلير سيل ادينوكارسينوما هذا وين يصير؟ باليونغ فيميل، يصير باليونغ فيميل. ليش دا يصير هذا؟ اللي باعوا بعض النساء ياخذون ادويه، ياخذون هرمون اللي هو هذا، ياخذون هذا الدواء اللي هو دايثلستل بسترول. هذا الدواء شو يسوي لي؟ حتى شنو؟ يستقر الجنين بالرحم، حتى يسوون ثباتيه للحمل مالتهم. لاحظوا النساء اللي ياخذون هذا ورا، يعني انه مو كلهم، اغلبهم شو يصير بهم بالمستقبل؟ يصير بهم كلير سيل ادينوكارسينوما، هذا نوع من الكانسرات، تمام؟ كل واحد عرفه وين دا يصير بيا عمر. نجي على اخر واحد هو الساركوما بوتريوت، هذا يصير عند انفنس ان تشايلد، يصير بالاطفال وحديث الولاده والاخره بعمر 5 سنوات، تمام؟ اهم شيء انه هذا يكون شكله جراب لايك، يشبه عنقود العنب. لحد الان مالجننت تيومر بالفجاينة عندي 3، سيكوما سيل كارسينوما، كلير سيل ادينو كارسينوما، وثالث واحد اللي هو امبريونيتد او نسميه ساركوما بوتريوت، تمام؟ سيكوما سيل كارسينوما يصير بالنساء الكبار بالعمر، وهذا شيء يصير انه هم كان عندهم في اي ان، سببها شنو؟ هيومن باب اللوما فيروس، وراها تطور الى سكواما سيل كارسينوما. كلير سيل ادينو كارسينوما هذول النساء يصير باليونغ فيميل. ليش؟ كانوا ياخذون اثناء الحمل، ياخذون دواء حتى يثبت مالتهم الحمل مالت، حتى ما يصير عندهم اجهاض. هذا الدواء لاحظوا انه ايش راح يسبب؟ يسبب كلير سيل كارسينوما. اخر شيء اللي هي هذه اللي هاي قلنا اللي يصير بالانفانس اللي هو ساركوما، هاي اذا تجي يصير بيا عمر، يصير بالاطفال عمر 5 سنوات، يكون شكلها يشبه عنقود العنب، تمام؟ هاي الصوره تجيكم هي عباره عن كلير سيل ادينو كارسينوما اوف ذا فيجاينا. ليش دا يصير بالنساء اليونغ؟ سبب انهم ياخذون اللي هي دايثلستل بسترول، اوكي؟ حتى يثبتون الحمل، مو يصيرون حامل، يردون يثبتون الحمل ما يصير اجهاض، ياخذون هذا الدواء. لاحظوا النساء اللي ياخذون هذا الدواء ورا مرور عده سنوات، اغلبهم يعني مو كلهم، معظمهم راح يصير بهم هذا النوع الكانسر. الميزه اللي يميزه شو يكون؟ فايكوليتيف سيل، هذا كلير سيل، يعني سايتوبلازم يكون سيل. هاي الصوره ايش تشبه لي؟ تشبه لي كلير سيل كارسينوما اللي يصير بالرينال، تمام؟ نجي على اليمين على السيرفكس، راح اتوقف عند السيرفكس، تعبت.